مدام قال بده ياكل لقمة ويروح، قال بده ياكي حطي له أكل وقلي له تعبانة. بس مدام أم عبدو قلي له مثل ما قلت لك. حاضر مدام. كل حالك، أنا بدي روح على الكنيسة. عايدة شبك هلأ؟ عم قل لك طلع عليك أخوكي، شوفي كمان. لا، حاسة حالي تعبانة، عم تلعي نفسي. حامل. خليني روح. شو حبيبي عبيدة؟ لك الله يا أم عبدو، الله على هالروايح. بس لو أعرف شلون بده يعيش برا بلا متبلاتك. خايف عليه يدبر أموره. إيه أمي، ونحنا شلون بندبر أمورنا؟ شو قصدك؟ يا أمي أنا سائق هون، يعني ممكن يخلوني وممكن انتقل. النقلة عندهم سهلة مثل شربة المي، بنروح بين رجلين. أمي هلأ لا وقت فرج ورحمة. أمي شو رأيك نطلب منه يخلينا هون؟ يعني إلا ما يكون خادم له شي حدا، إذا طلب منه برد له إياها. إيه والله إذا بيقدر بيخدمك فيها ما بيقصر. قل له. لقيتها أمي لقيتها. رح أجي له من باب إنه مو حلوة تفوت رجل غريبة بغيابه على البيت. أهلين عمو. تذكرتني أنا تبع طلعت بيروت. إيه تذكرتك. شو صار؟ تدبرت إن شاء الله؟ ما بقدر يا بنتي. طب وصلني على المصنع وأنا بدبر حالي. امبارح كنت موافق عمو. امبارحة اليوم سكروا الحدود. عن جد؟ إيه؟ يعني ما حدا عم يقدر يطلع؟ في تهريب يا خط عسكري. تهريب؟ كيف يعني عمو؟ يا بنتي انت وشك وش تهريب؟ اسمعي مني يا بنتي وبلالك البهدلة. وانت سوى قلبي ريحتك. الله يخليكم لبعض. الله يسلمك. صحيح هيفاء ما وقعوكي على ورقة اخلاق؟ اتصدقين ولا شيء؟ ولا شيء. اعتذار وبلطافة واعطوني طوق الذهب كمان. معناتها أكيد عايدة حكت مع جوزها ما؟ والله كتر خيرها.
شو هاد يا مدام؟ شو هالتطورات هاي؟ من امتى عم تدخني؟ من هلا. انت شبك؟ شو صار لك؟ ضاربة شي؟ مضروبة. الإيد اللي مدت عليكي الله يبلاها بالكسر. أنا آسف عن جد. آسف. بدك شيء؟ سلام. معلم بتحب تروح لحالك ولا تكون معك؟ خدني على قاسم. ألو؟ الحمد لله على السلامة أم عبيدة. الله يسلمك وطول عمرك. والله والله فضلتي ومعروفك ما رح أنسى بحياتي. أنت لي صاحبة فضل. على كل حضري كم طبخة وجهزي حالك، في إليك بطاقة زيارة الهلال. شكون؟ جد ولا تمزحين؟ هاي المواضيع ما فيها مزح. خدي هالعنوان مشان تروحي تاخدي بطاقة الزيارة. سجلي عندك. ماما ورقة وقلم بسرعة بسرعة بسرعة. الله يخلي لي اياك، الله يخلي لي اياك، يجبر بخاطرك. يا ويلي يا ويلي. أروى أروى، موعد موعد والله موعد. يا رب دخيلك يا رب دخيلك. معقول يا عبدو؟ ما ضل حدا بكل الشام يودعني. معلي عم بتنادي لي؟ لا يا مرات. عبيدة انت ما بتدخن. اسمعوني بيحلي، يا اصير ادخن مثلكم يا اما لما يجي دوري اختار واحد واعطيه سحبه. حظي وانا حربي. ابو ماهر مين صاحب الحظ بهاي المجال؟ أبو ماهر. أبو عبيدة. سيدي من بعد إذنك أصدق بخدمة صغيرة. يعني بصراحة أنا خايف يجي نقلي عند عالم ما يكونوا أوادم مثلكم. يعني هيك هيك عم تجي أمي لعنكم.
بس إذا في أي إحراج لسيادتك أنا بقدم تسريحي فورا. طيب طيب. صاي ابو جمعة بري عشت يا ابو عبيدة عشت صح 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 ابو رواد ابو ماهر ابو ماهر تفضل صح صح جاهزة يا خال جاهزة وعلى 24 إيراد إيراد لك شو قصتك مع الدهب خالي إذا ما بدك يعني يشتغل فيه بلا تشتغل أو ما تشتغل ما كتير مهم هم ما حدا يعرف حط براسك يا خال إنه الجريمة اللي ما حدا بيسمع فيها هي جريمة ما حصلت أصلاً بهالحالة كل اللي حوالينا مجرمين ما في أبرياء لا ما في أبرياء ما في كله مرتكب بس في منهم بينعرفوا وفي منهم ما بينعرفوا كلامك على الراس وعلين بس انا اذا بدي امشي بهذا المنطق ما راح استرجي السافر واترك العيله هون لحالها يا اما بدي امشي وتلفت حوالي مثل المجنون ما بيمنع انك تتلفت حواليك بس من غير ما تصير مجنون بدي اطلب منك طلب طلب عندي حاجب حابه يضل معي صغيرة يا خال صغيرة بصحتك بصحتك يا عدرا سامحيني يا عدرا يا عدرا سامحيني يا عدرا وأنا لمين بدك تتركنيك ماما؟ ليك عايدة هون مانا كتير بعيدة عايدة بالشام وأنا عند الصهر ما بقعد من بيتي للقبر ليش هيك عم تقولي ماما الله يطول بعمرك أي يطول؟ ما أنت رح تقصب قصب إذا تركتني ماما أنا هون ما عاد فيني أقعد ما عاد حسين حاسس حالي مخنوق حاسس كل العالم تطلع فيني من فوق لتحت ما عاد بحسن اقعد بتعرفي شغله انا اصلا لازم من زمان كنت سافر بعد قصة لعايدة شفتي شو صار فيني بس قعدت هون اذا انا قعدت هون رح تمني اسكر واسكر 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 بس لحالي مع رفقاتي انه رفقاتي ما عاد يقعدوا مواعد مثل حكايتي بدي بس تعيلي هذا اللي بديه بس مو بالبحر هذا البحر بيبلع كل شيء يا ماما بتتذكر لما كنت صغير وكنت بدي اياك تكن وتهدى وتصدق انه ما في هاي اللعبه او ما في هاي الاكله او ما في اي شيء
شو كنت اعمل؟ كنت امسك هيك اقول له خود خود يا بحر، يعني بحر، يعني ما عاد في شيء خلص. ماما اللي بروح بالبحر بروح فيها. انا هذا اللي بدي اياه. مشان الرب لا بقى تحكي هيك، اذا مو مشانك مشاني لك ماما. ماما انا رايح رايح، ما عاد لي عادة هون. يا عدرا يا عدرا، لا تخلي يومه قبل يوم. ولك شوف العالم وين واحنا وين. العالم ملتهيين بكأس العالم واحنا ملتهيين بكأس الشاي. الشاي اللي قاعدين عم نشربه. تفضل. صحة على قلبك يا ابو ناجي. قلتك مين راح يفوز؟ البرازيل. والله انا بقول ايطاليا. والله هيك نكون تبهدلنا على الاخر. اسمع 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 ايش كتبت. انا قاتلت عن وطني وعن اهلي وعن ارضي، انا ما خنت اسلافي ولا ساومت على عرضي، أنا ودعت أحبابي، أنا دفنت أصحابي، أنا عطري بأثوابي، دماء لن تسامحكم، حملت دمي على كفي، وجئت الموت مبتسما، ولي درع من الإيمان صد النار والحمما، فكم قاتلت منفردا أمني العون والمددا، ولكن لم أجد أحدا، فهل سمت مسامعكم؟ فهل سمت مسامعكم؟ افتقدتك كثيرا يا بدر. وانت قسوت علي كثيرا. اذنبت فعوقبت. هل تريد استعاده العود ام انها ذريعه؟ انها ذريعه. راح اقدم لك يا هديه وانا راجع للوطن. هلال حاضر. زيارة. من مين؟ زيارة من مرتك. جهز حالك بعد 10 دقايق بجي باخذك، وفي طوسي تتموا لحالكم. لوين 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 لوين؟ عود عود والله مالي مطالع غير على 24 ايراد. بسرعة جيب لي عدة الحلاقة، جيب لي خرقة، جيب لي منشفة على السريع. لك عشت يا طيب. شكرا شكرا. الله يديمك. لك علي بابو عبيد، اعطيني المسرح لاحكي لك قصة، اشلح لي البيجا مع السريع، اشلحها. يا بدر قرأت مرة أن الخيانة هواء فاسد يخنق الخائن ومن تمت خيانته. يعني رجعنا على موضوع الخيانة. بغض النظر، لكنني أخشى أنك تكرر خطأ الرجال الأزلي وهو اللهاث وراء النساء بدل البحث عن المرأة التي تستحق الحب ويستحقونها. راح أقول لك شغلة أريحك من الآخر. قد يعيش المرء وحيدا دون أن يرتكب أي ذنب. سأتجاوز الانطباع بأن هناك رغبة في إيذائي، وألفت نظرك إلى فارق جوهري بين أن تكون وحدك وبين أن تكون وحيدا. بس فيني أبوس راسك؟ انت
كنتي مرحلة جميلة بحياتي. كنتي المرأة الأصدق. أعزف لي. أنا حافظ أغنية واحدة. الكل يعزفها. آخر مرة حلقت أبو عبيدة؟ من يومين. مالك ممكن إيدك عليها؟ يا بسم الله. لا تشد شوي شوي، أنا مريض سكري. تكرم عيونك. شوي يلا. شوي شوي. أهلا. شو صاير؟ أنت بتفتح الباب؟ يعني لقيت حدا بالبيت وعذبت حالي، تفضلي. وين عايدة؟ أنا قلت لها إني جاي لعندك. غرقانة بالصلاة. ما فهمت. ما حكيت لك انه جايتها كريزة ايمان؟ كل يوم بتنزل هي والولاد، الولاد بيروحوا على المدرسة وهي بتروح على الكنيسة، بيرجعوا سوا. ما بيطلع لها بعثي على الفاتيكان. انت ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. ليش ليكون عندي مشكلة؟ تلتهي بالعبادة احسن ما تلتهي بالعباد. تعرفي نفوس البشر أمارة بالسوء. شو بشع هالمنطق؟ ايه بشع، بس حقيقي كلياتنا مجبورين بالغلط للأسف. أهلين جريس. دقيقتين بحط الغراض جوا وبرجع لك. معزتك كبيرة عندها، قطعت أعز شغلي على قلبها مشانك. لا تواخذيني، حاولت ما اتاخر عليكي. وما تاكلي هم. يلا لوين؟ مشان ضلوا مع بعضكم. انا جايه ودعك، لوين بدك تقوم؟ والله شرفتي صديقتي الغاليه جريس. خلص نشرب قهوه. يلا. عم تدخني؟ قولي عم تحشش. اذا هلا هيك بعد ما سافر عفرائي شو راح تعمل؟ جريس ناطرتك بالمطبخ. طيب شو رأيك تقوم تعمل التواليت تبعك لبين ما أنا جهز القهوة؟ أوكي يلا جهزوها جايكم. شو هاد يا ابو عبيدة؟ طالع اغا. واسع البنطلون. واسع البنطلون عندي. البر لديكم لا خوف عليكم، ثواني. بسرعة بسرعة ارجوك بسرعة. اي الحبلة مخبيها من اول يوم فت فيه على السجن. اعطيني. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. سيك بسرعة. سيك ابو عبيدة تاع ابوض على السريع. بسرعة جابي تقتك الحبلة لا تقلي. شكرا. تفضل. هاتي لشوف وينك. رح اتركك انت وهلال قدر نص ساعه مو اكثر، من بين ما نبش الغراض نعطيها ونسلمها اياهم. انت يلا معك. كثر خيرك. خيرك. شو صاير بيناتكم؟ انا هنيته خربت بيتنا. بتعرفي انه فادي مسافر بالبحر بعد يومين؟ وطنط ام فادي شو رح يصير فيها؟ حاطة الحزم بالجرن وقاعدة. جيبيها لعندك. ما عم تقبل. طب ليه ما سعيد بيلاقي له شي شغلة هون؟ مو أحسن ما يصير؟ سعيد هو السبب. شش.
منعرف انه هو سبب بكل شيء، بس انا قصدي انه لازم هو يصلح غلطه. بتعرفي انه لما انحبس فادي بست ايديه ورجليه لحتى يطالعوا ما اعترف عليه؟ لكن كيف طلع فادي؟ ها؟ شو قصدك؟ ما بعرف، طلع لحاله وطلع هيك طلع. شو قصدي يا هبلة؟ عم قل لك كيف طلع؟ مين طلعه؟ شو بك؟ ما في شيء، بس اللي تعديدي. ليه عم تبكي؟ شوفي شوفي، احكي شوفي. كريسانا غلطت. ايه شو هالشاعري هاي؟ ان شاء الله ما تبلو. لا بس نكبت القهوة، ما في شي. يلا جايين. لا تتركيني، لا تتركيني، لا تتركيني. شاب عليك قلت سوين قلبي. اشتقتولك يا دار، اشتقتولك. اشتقتولي؟ لا عاش عمري عليك. تسوين قلبي؟ لا اشتقتولك، اشتقتولك. لا اشتقتولي؟ تسوين عمري؟ تعبتوا عن ايش صار فينا هيك؟ عن ايش؟ عن ايش؟ فتشوا البيوت وشوفوا اذا لسه في حدا. يلا الحمد لله على السلامة شباب. جيب لهم مي للشباب. هذا سيدي. استاذ، استاذ بعد شوي بدنا نوزع الوجبات، تحب تكفي نومتك ولا تفيق تاكل؟ لسه السفرة طويلة. عارفين الخيام شو يقول؟ شو بيقول؟ والله نسيت شو يقول. يقول ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. نقلت لي إياها أم كلثوم. هم اثنين يقولوها. يصح الوجهان. ذكرتني بالمدرسة بحصة العربي. شكلك كنت تكرهينها. لا بالعكس، ما في أحلى من هذيك الأيام. إيش قد عمرك؟ إيش قد الوجبة؟ شو الوجبة؟
هلا بجيب لك منو. أتاري ثوب العيرة يدفي بعد ما شفت هلال لابس ثوب العيرة ودفيان. رجعت محبتي للناس وثقتي بيهم. يا ستي اللي اخترع هذا المثل واحد غني وأناني وكحته. وعليش الفقير صدقه؟ لأنه فقير، هيك على القليلة بيحافظ على كرامته أحسن ما ينصد من الغني. والفقرة بنات بعضهم ما في شي يعيروا لبعض. إذا قرروا عدهم وعدهم وعدهم. قولي هدول مالهم فقرة، شهاداتهم بالمكفى. بعدين ما بيقولوا يا أم الأمثال إن خليت خربت؟ صحيح، والله صحيح. بشكون شردتي؟ بحالنا. ما قالك ليش بده الشهادات؟ خايفة يكون بده يطلع عن قريب وأنا من قلة عقلي رحت فضيت العيادة. حتى هلال ما عنده فكرة. يا ستي ويطلع بخير وسلامة واعتبري العيادة هذه ديته. إن شاء الله يا رب. طيب هدول الأسماء كيف بدنا نوصل لهم لحتى نطمنهم على رجالهم؟ والله ما أدري، دبري طريقة هم يوصلون لحد عدي. أنا بعد اللي صار مع هلال وجاسم خلاص توبة، ما عاد أروح عند حدا. اللي بده يعني يجي عندي. يا ستي بكفي تقولي إنه كان عندك زيارة لحتى يكفتوا الناس كفت. أهلا وسهلا بالجميع. أحب ما أحب، أحب الأماكن الضيقة. تفضل. أريد أسألك سؤال، أنت ما في غيرك بهذه الطيارة؟ يعني قاعدين تخدمين على كل البشر و... والله يا حرام، لازم تشتكين للنقابة. عندكم نقابة؟ عنا بس ليش؟ يعني تشتكي للنقابة لأنه حرام لحالك يعني. عادي، ما أنا مستاهلة كلهم كمراكب. بعدين نفعتي لكم هون عم يستريحوا بالدرجة الأولى. معك حق، طيارة فاضية. يعني هي برجع أغلب الأحيان بتكون فاضية وبالروحة مليانة. يمكن بيروحوا لحتى يدرسوا أو شيء، ما بعرف. ما يروحون يدرسون يخلصون ويرجعون على البلد، إما يدرسوا إما أنا راح درست وراجع للبلد، راح أدرس بالجامعة. حلو، كنت عم تدرس بلندن. دكتوراه بالأدب. أدب شو؟ فرنسي. حلو، ما شاء الله عليك. أقول لك بإنجلترا. أدب شو؟ أدب إنجليزي طبعا. عن جد؟ يعني ممكن تصير دكتوري بالجامعة؟ شو قام قاعدة تدرسين؟ أدب إنجليزي. بس هلأ موقفة لأنه في كتير رحلات طيران وهيك عم أشتغل. لا لا لا، أرجعك، أنا أرجعك. شو بدك شربينا؟ اللي بتحب. عندكم شاي خمير؟ معك معك وأمتي روح. يلا سلمي عفادي اللي يروح ويرجع بالسلامة، وسلمي على ماما ولويا طبعا. بخاطري Thank you.
عليش طلبت شهاداتك؟ هانت. عفو. لا عفو منك حبيبي. شو نسيان انه انا وانت رحنا بجريرة الاخوان؟ يعني عظامنا رح تصير مكاحل. شو بحب يكتروا الايام، شو بحب عيدك كل سنين، شو بحب قلك بحبك وتجاوبني انا كمان. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.